مشاهدينا، حلقتنا اليوم هي عن الموهوبين والإبداع والتميز. اليمن دائما تبرز في الرياضات القتالية بالمنافسات العربية والعالمية، فبين الحين والآخر نسمع يعني أنباء بتصعدنا طبعا عن فوز أو تأهل رياضي يمني في دول المهجر. مشاهدينا، قبل أيام فاز الشاب اليمني عبد الله نصر في بطولة فنون القتال السويدية المنعقدة في العاصمة السويدية ستوكهولم، وحسم الجولة في البطولة لفنون القتال ADCC على منافسيه من الشباب في المستوى العمري من 15 وحتى 17 عاما ليحصد البطولة، حيث خاض مباراة ضد 2 من الشبان المنافسين له في 3 جولات قتالية. للحديث أكثر عن هذه البطولة والفوز نرحب من السويد باللاعب وبطل الفنون القتالية عبد الله نصر معنا في ديوان بلقيس. حياك الله عبد الله، وألف ألف مبروك، ويعني أسعدتنا والله وشرفتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، نورتنا عبد الله والف مبروك هذا الفوز. اولا احكي لنا شعورك يعني مع هذا الفوز، ايش المشاعر اللي تحس فيها بعد هذا الانتصار؟ بعد الانتصار بصراحه كان احساس مره حلو، يعني بعد ما خلصت وفزت البطوله يعني حسيت انه كل التدريب اللي تدربته يعني ما كانش على الفاضي، كان يعني خلاص كل تعبي اجى يعني بالوقت المناسب، وكان يعني احساس جميل بصراحه. الحمد لله عبد الله، وربي ما يضيعش يعني جهد اي شخص اجتهد ويعني استعد لمثل هذه البطوله، والله ثمن تعبك بالاخير. لكن عبد الله، لو تكلمنا اكثر عن البطوله، طبيعته وتفاصيل هذا الحدث. البطوله هي تشمل كل الاوزان، توزن كل يعني كل الناس اللي عندهم خبره، اللي مثلا عنده خبره قبل يعني تدرب مثلا 10 سنين ما بيقابل الشخص يتدرب قد له سنة مثلا يعني، ونفس العمر مثلا أنا قابلت الناس اللي بعمري من 15 17 أو 17، وقابلت الناس اللي بنفس وزني وبنفس الخبرة اللي بنفس يعني الوقت اللي تدربت فيه، فيعني ما تقابل شخص يعني قد له يتدرب مرة أكثر منك يعني، فما يكونش الفرق يعني مرة قوي يعني، فيكون يشتي المنافسة تكون على يعني قريبة البعض يعني بالنسبة للبطولة. ف يعني وهي تعقد كل سنتين، يعني كل سنتين بالسويد، هي من اكبر البطولات بالسويد، وفيها من اكثر يعني اكثر الناس اللي بيقابلوا فيها يتقابلوا يعني من كل السويد، من كل انحاء السويد، وفي برضه من دول ثانيه يجوا عشان بس يقابلوا يعني يروحوا يتنافسوا بالبطوله. يعني منافسه قويه، ويعني ونزال مش بسيط، ومنافسه يعني مش نقول كان فيها مجهود كبير عشان توصل للفوز. احكي لنا عن اصعب لحظات انت واجهتها خلال هذه البطوله، ايش كانت؟ بصراحه اصعب اللحظات اللي حسيت فيها هي مش البطوله نفسها يعني بداخل الجوله، هو كان قبل الجوله. الماتش الاول كان اصعب ماتش لانه الواحد ما يكون متعود على انه يعني كيف الاحساس حق البطوله، فما تعرف انه هذا الشخص اللي بتروح ضده بالجوله الاولى ما تكون عادك متعود، فتحس انه ممكن اخسر، عندي احساس اني بخسر، بس برضه يعني لازم تكون واثق من نفسك، فهذه اللي هو التوتر حق البدايه، هذا احس انه كان اصعب حاجه انه الواحد يواجهه. بعدين بعد الماتش الاول بعد ما تخلصت منه يعني خلاص الواحد يحس انه يعني انا اقدر يعني في فرصه ان انا افوز اسهل. طيب عبد الله، كيف كان التنافس والمنافسه بينك وبين الاشخاص الذين من نفس فئتك العمريه؟ هل كانت حاميه الوطيس وشرسه المنافسه؟ بصراحه يعني هو كان في المنافسه كانت حلوه، بس يعني احس انه يعني كان مو صعب للدرجه هذه، يعني كان حسيت انه البطولات الجايه بروح للناس اللي عندهم خبره اعلى علشان اشتي قابل ناس يعني بليفلي، فيعني هذه كانت يعني البطولات الاولى، واشتي يعني انه اروح بطولات اكبر واكبر. يعني هذه كانت مشاركتك الاولى عبد الله، هل يحكي لنا على ما قبل المشاركه، متى بدات التدريب، متى بدات الاهتمام بهذه الرياضه عشان ما شاء الله تحقق هذا اللقب؟ انا بديت اتدرب يعني قبل سنه بالضبط تقريبا، وقد شاركت ببطوله قبل هذه، بس يعني كان بطوله لسه مش متعود على النظام، فاصلا نظام البطوله يعني الواحد علي يختلف من بطوله لبطوله، والبطوله هذه اللي كنت ما كنت متعود عليها، بس هذه البطوله
اتدربت بعد البطولة الأولى ما أجيت الثالث، بعدين بعد البطولة هذه حسيت إنه الأولى اللي خسرت فيها، يعني أعتذر إن أنا خسرت مع إن أنا أجيت الثالث، حسيت إنه لازم يعني أتدرب أكثر، فتدربت أكثر، رحت التدريب يعني كل يوم كل يوم مع يعني كل يوم بالأسبوع أتدرب من 3 ساعات أحيانا 5 ساعات على حسب، فيعني وبرضه يعني مع الدراسة برضه طبعا. وخلاص كملت اتدرب، بعدين الآن أحس إنه يعني كل ما تدرب أكثر كل ما البطولة تحس إني أسهل. ما شاء الله أنت محقق نجاحات، يعني أنت تتكلم على المركز الثالث وغير راضي عن نفسك، ما شاء الله عليك، يعني واضح أنه أنت يعني لا تقبل إلا بالمراكز الأولى، وشخص مجتهد وعنده حس المنافسة عالي ما شاء الله. نعم نعم بالضبط. عبد الله لما نرجع للبدايات، يعني يعني كيف اخترت هذه اللعبة بالذات، يعني الخاصة وهي واحدة من أنواع الفنون القتالية، وليش هي بالتحديد؟ ومتى بدأت؟ من كنت تضارب الجهال مثلا وانت جاهل؟ هكذا كانت البداية. كان العكس، كنت انا اللي انضرب بس يلا. يا الله. لا كويس. بس الان بتنتقم. لا الان ايوه الان انتقم بالبطولات. نعم. نعم بالضبط. لا هو بالبداية يعني انا بديت مع صاحبي، رحت مع صاحبي كنا نشتي نقرب يعني نتدرب، فيعني رحت هناك، وبعدين بقي كأنه هواية بعد المدرسة اروح كل يوم، يعني اروح يوم يوم احيانا ما اروحش بس كان هواية. بعدين يعني لاحظوا الناس، انا لاحظوا الناس انه يعني اللي بالتدريب قالوا لي قرب روح البطولة الاولى اللي رحته وقت الثالث، فما عجبناش، قلت انه الاحساس انه يكون الثالث مشيش هذا احسه مرة ثانية. فبعدين رحت كملت وتدربت تدربت تدربت، والان يعني عشتي حاجات اكبر من الثالث، عشتي يعني الاول، وعشتي روح بطولات اكبر واكبر ان شاء الله باذن الله، وستحقق ذلك بهذه الروح العاليه وحب الرياضه الواضح في سلوكك وفي شخصيتك. بس بالنسبه للداعمين، من الاشخاص اللي وقفوا معك في هذه الرحله وتدين لهم بالشكر؟ هو بصراحه يعني عائلتي بالبدايه انهم بيدعمونا يعني يساعدونا، مثلا طبعا يقولوا لي يلا روح اتدرب، يعني روح ركز على دراستك طبعا، بس يقول لي اتدرب واعمل الحاجة هذه. وبرضه يعني اصحابي اللي اتدرب معاهم والمدرب طبعا اللي يساعدني مره كثير، يعني لو احتجت حاجه يعني يساعدني، يقول لي هذا تسوي غلط، هذا تسوي صح، تكمل كذا وتسوي كذا يعني. ويعني اصحابي اللي تشوفوا مثلا بالفيديوهات اللي هذم اللي كانوا قاسين شقونا بالبطوله، هذا مره ساعدوني بصراحه. تحياتنا لهم ولاسرتك الكريمه، وما اجمل من ان الانسان يلاقي الدعم المحيط فيه، علشان فعلا هذا الواحد يحتاجه من الناحيه النفسيه. عبد الله، لكن انت ذكرت موضوع الدراسه والتوفيق ما بين هذا الامر، يعني فكيف تقسم وقتك ما بين التدريب والدراسه، وخاصه ما شاء الله انك في مقتبل العمر؟ هو في اكثر من حاجه يعني، هو على الدراسه طبعا انا يعني قررت مع ابي يعني قبل كذا انه يعني حتى لو البطولات فزت فيها ولا كذا، يعني الدراسه اهم. هذه الفنون القتاليه واحد ما يقدر ياخذها كيعني شيء مره جدي بزياده، لانه ما تعرف كم يعني ايش كيف المستقبل بيكون، ممكن تعور نفسك وبعدين ما تقدر يعني تروح بطولات، يعني لازم يكون عندك الدراسه ولازم تكون خلصت دراسه وبعدين تقدر تبدا بهذا بالبطولات وكذا. جميل، يعني انت تحاول ان تجد النظام المتوازن اللي يساعدك على تحقيق ايضا النجاح في كلا الجانبين. لكن رساله امل منك عبد الله توجهها للشباب اليوم المهتمين بالرياضات القتاليه واللي بنفس عمرك، ايش ممكن تنصحهم؟ كل النصيحه الوحيده اللي اقدر اقولها، اللي يشتي يكون هذا شيء كبير بالمستقبل، تدرب كل يوم، ما في عذار، بس ما مش اكثر من كذا ولا اقل من كذا بصراحه. ان شاء الله باذن الله عبد الله. وحابه يعني اعرف ما بعد هذه البطوله، يعني ما هي خططك المستقبليه؟ الان انا خطتي اللي بعد كم شهر بعد الصيف ان شاء الله راح بروح البطوله باوروبا، بطوله اوروبيه، يعني اللي لو فزت فيها ان شاء الله بروح العالميه، فيعني بتدرب الصف هذا واشوف يعني كيف البطوله الاوروبيه بتروح. واحنا من ديوان بلقيس نتمنى لك التوفيق يا رب في هذه الرحله، وفخورين بالانجاز اللي انت قدمته، فعلا هذا انجاز رائع. انت قصه